يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي المولى المعظم أسعد. ومن وجه الله تعالى هذا النور
السجادة ولسير الأسباب منهم نكر حتى استغفر بوالديه وأبدا وعليه بشرف الناس لم أمجد ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقكم به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يكيل النجيان ومن يكون باختلاف أضل السبيل وأبعدا وكذا جميع سرهم وهم دار النعيم كما رواه من اهتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه من حمله لما مضى شهر لقد وفى المنور بالنبي الاجود وبطيبة قد كان ذلك قد اتى اخوله من ارض شام مسعدا وقام فيها عنده متوجعا شهرا سكيما صابرا متجلدا والمقصد ولدت وبالحمد تسعد شهر حانت إلادة من أتانا مرشدا ودار مجلس الجواد القوي من نفعت وبدا الهبور مجددا وكان الخسف والصبح طلوعه عقابنا الليل الظلال مبددا ولأمه بطنك جاءت مريم وجدت آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس هرمه من يكون تميسا لها وتوددا فهناك خرج المخاض فأبرز شمس الهدى خير الأبد الأوحدى صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي
الله.